أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم كان مفروض يكون معنا الأخ صالح من الأردن. طبعا الأخ صالح ما بعرف شو قصته، ما إجا اليوم، وأنا ما بعرف يعني بعذره لأنه الساعة هلا عنده الساعة 5 الصبح، هو عايش باستراليا، وأظن على ما أعتقد سحب نوم المسكين، فأظن عذره مقبول يعني، وآسف كتير يعني، آسفين كتير لأنه الأخ صالح لسه ما إجا، وأنا بتمنى يعني يشوف الرابط ويتصل فينا على طول يعني بكل سرعة. في طبعا الأخ، في أخ كان سائل سؤال، علي عبد الله عم بيقول: أنا في الحلقة الماضية كان عندي خطأ بالكتابة، أنا سوف أكرر. طبعا الأخ عبد الله لسه كتابتك فيها نقص شديد يعني، بس على كل حال مفهوم السؤال وأنا راح أقرأ السؤال وأجاوب عليه. عم بيقول: أنا في الحلقة الماضية، هي عم بقول أنا في حلقة ماضية كان عندي خطأ بالكتابة، أنا سوف أكرر السؤال لكم: هل تعلمون أن شذوذ جنسي ممنوع؟ هو الشذوذ الجنسي، أنت كاتب شذوذ جنسي، ممنوع في أوروبا الشرقية وليست الشرقية، وشرق آسيا وأمريكا وجنوب ومعظم دول أوروبا الشرقية دول يسارية، يعني هو يقول دول يسارية، معظم أوروبا الشرقية دول يسارية، وشرق آسيا دول يسارية، ودول أمريكا الجنوبية دول يسارية، وأحزاب في تلك البلدان سواء أحزاب اشتراكية ديمقراطية أو شيوعية أو ماركسية لينينية وأموية أو اشتراكية تحرير، هي تلك أحزاب حاكمة في تلك دول يسارية تمنع زواج شواذ. أرجو الرد على السؤال بالتفصيل مع تحياتي، وأنا مسلم دين يساري أيديولوجية. رغم أنه صديقي، طبعا أنت ما بتعتبرنا أصدقاء، وكمان يعني ما في مشكلة على كل حال. سيد عبد الله، علي عبد الله، يعني رغم أنه ما بتعتبرنا أصدقاء ما في مشكلة، على كل حال نجاوب على سؤالك. يعني أول شيء، هو ليس شذوذا، هو شيء طبيعي، شيء فطري، كل المخلوقات فيها الأشياء، أغلب المخلوقات على الأقل حسب علمي، يعني هي مسألة الطبيعة هي اللي أنتجتها، ما هي مسألة باليد ولا بعدين عم تقول لي إنه هالدول هدول، أولا هالدول هدول كلها الدول الاشتراكية والدول الخرفانشية كلهم أصلا دول لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، يعني دول ديكتاتورية، كان الفكر الشيوعي ولا الفكر اليميني ولا الفكر البطيخي ولا الفكر الجزراوي، هاد كله يعني متخلفين يعني. يعني هذا لا يعني إذا كانوا شيوعيين معناته أنه متحضرين، لا، هذول متخلفين يعني، هذا تخلف إذا منعوا زواج المثليين أو عارضوا المثليين أو شيء من هالقبيل هذا. وعم بيقول عندي سؤال تاني، على كل حال يعني ما بعرف كيف بالتفصيل أنا بدي أجاوبك على هالسؤال هذا بالتفصيل. هذا التفصيل يعني الدول اللي ذكرتها كلها، يعني كلها دول ديمقراطية فيها أصلا ضعيفة وجديدة، وشعوب يعني بدأت الآن تفكر، وبدأت الآن المرحلة العلمية يعني، ف متقدمين بعض الشيء عن الشعوب العربية. فالفكر الماركسي والاشتراكي واليميني هالأحزاب هي أصلاً أحزاب ديكتاتورية، يعني شفنا جماعة لينين وجماعة ستالين وهالعالم هي كلها، وكوريا الشمالية اللي تم 50 سنة حاكم وجاء أخوه بعده نفس الشيء، يعني مثل الأنظمة العربية، يعني الأنظمة اللي كانت تدعي التقدمية وهالحكي الفاضي مثل القذافي ولا بشار ولا صدام ولا هالأنظمة هاي.
يعني كلها على شاكلة واحدة، فلا تستغرب إنه يكونوا معارضين للمثليين. عبد الله عم بيقول، علي عبد الله عم بيقول: وعندي سؤال آخر أيضا قد يكون خارج الحلقة، ما هو رأيكم في صراع سعودية إيراني؟ وهل سوف تحصل حرب بين دولتين أم ستبقى حرب بالوكالة؟ هو مع تحياتي. أنا رأيي الشخصي سيد عبد الله، الحرب لن تقع، يعني راح تبقى بالوكالة حتى تقع الحرب الأهلية جوا البلدين، يعني راح يتموا يتحاربوا بالوكالة. وهذا رأيي طبعا، هذا رؤيتي، وأنا شخص يعني أنا لست محلل سياسي، وأنا لست ما بعرف شيء بالسياسة، ما بحب السياسة أصلا يعني، ولا أقترب من السياسة، ولكن رأيي الشخصي إنه هالدولتين هذول ما راح يتحاربوا وجها لوجه، لأنه هم جبناء أصلا يعني، بيتحاربوا على أرض سوريا، على أرض العراق، على أرض اليمن بيتحاربوا، ولكن في النهاية راح تصل لمرحلة إنه الدولتين يصير فيهم ضعف إلى حد يصير فيهم الحرب الأهلية. وأظن يعني بوادر الحرب الأهلية بالسعودية يعني بدأت من كم سنة، يعني حتى أمس هالتفجيرات هاي اللي صارت جنب قبر محمد، يعني واضح الحرب الأهلية قادمة إلى السعودية، والسعودية سوف تقسم إن شئنا أو أبينا، يعني سوريا سوف تقسم، العراق سوف تقسم، السعودية جاية تقسيم، وهالتقسيم لن يأتي بمفاوضات سلمية بين السعوديين يعني حتى يتقسموا، التقسيم راح يجي خلال حروب، والحرب الأهلية هي الكفيلة بالتقسيم. إيران نفس الشيء، يعني خلينا نكون واقعيين، يعني من قبل ما يسقط صدام حسين المقبور هذا، قبل ما يسقط كان مساوي جيش القدس بمليون جندي، وعلى أساس بده يوديهم على القدس ويحرر القدس ويبطخ القدس وكل هالشعارات الفاضية، هاي الشعارات الرنانة اللي ما بيضحك فيها إلا عقول الأغبياء، وشلف له كم صاروخ بوقت المحنة لما كان العالم عم تضربه مشان إنه يعني يصير بلبل إنه تدخل إسرائيل والعرب يقفوا صفه وهالحكي، ويبين إنه هو الشاطر يعني. فكان على أساس قوة وبده يساوي نووي وهالحكي هذا، يعني هل من المعقول إسرائيل تتركه؟ دخلت أمريكا، شفنا النتيجة اللي وصل لسياسات صدام، شو سوى بالعراق بالنهاية يعني. آسف. وشغلة تانية، يعني مثلا هذا نصر البطيخ، نصر الله، هذا أبو لحية فاشوشية، صاحب الخطابات الرنانة، شلف له كم صاروخ ب 2006 مثل ما نتذكر. وإيران صارت من وراها الحرب هاي إنه هي المخلص للأمة الإسلامية، والنظام السوري كمان سوى حاله بطل من وراء هالحرب هاي، مع إنه الحرب اللي كان خسران فيها اللبنانيين يعني ما يعني نصر البطيخ هذا ما سوى شيء، اللي كان خسرانين فيها اللبنانيين، البنى التحتية كلها تهدمت، عالم تقتلت، يعني فوق على ما أذكر 2006 كان فوق يمكن 1500 2000 شخص انقتلوا بهالحرب هاي، حرب تموز سموها يعني، وللأسف الشديد. وما وعوا إنه إسرائيل ممكن تخربط المنطقة كلها وخربطتها يعني للأسف الشديد، وداست على النظام السوري صار حقه فرنجين، هلا حزب الله صار حقه فرنجين، إيران بكل عنجهيتها بكل ماليتها صار حقه فرنجين يعني. وبعدين ومين عم بيحارب مين؟ بأموال مين؟ بأموالكم أنتم يا مسلمين، إن كان من طرف الشيعي وإن كان من طرف السني. السعودية يعني بشلحة الباسة من ضخ البترول ومن هالأشياء هاي،
تدفع للمجرمين اللي جبهة النصرة وغير جبهة النصرة وأحرار الشام بما يسموه هالأندال هدول. وإيران كمان شرحت الباسة تعطي النظام السوري المهم تفضل وتحاربه وحاربه وحاربه، وشايفين نحن اللي عم بنقتل هو منكم يا مسلمين. البلاد اللي تدبحت، البلاد اللي تدمرت كلها بلاد المسلمين، على وهي رح تنضف من المسلمين، يعني أنا متأكد من هالشيء هذا، ولكن بدمكم يا مسلمين، يا اللي ما بتفكروا يا أغبياء. للأسف الشديد يعني تضطروا إنه الواحد ينادي المسلم بالغبي، لأنه بالفعل المسلم لو لم يكن غبيا ما كان كل هالشيء صار فيه من وراء خرافة. السعودية تحارب إيران، تحارب إيران، يعني مفكرين إنه إذا حاربوا خارج أراضيهم خلاص انتهى، ما راح يجيهم، لا البل راح يجي لدعمهم. السعودية قدامها حرب أهلية، وإيران قدامها حرب أهلية، وهذا شيء يعني مثل ما بقولوا أنا متأكد منه مليون بالمية راح تكون وتتقسم إيران وتتقسم السعودية، والأيام قدامنا. على كل ما بعرف أصدقائي، أنا الأخ صالح مثل ما قلت هلا الساعة 5 الصبح عنده، فأنا متأكد إنه سحب نومه وما قدر يكون معنا بالحلقة، وأنا بعتذر كتير شديد الاعتذار من يعني من طرف الأخ صالح، وكان مفروض يكون معنا الأخ صالح طبعا مسيحي ملحد من خلفية مسيحية ومهاجر إلى أستراليا ويعيش حاليا في أستراليا، وهو كان وصل لمرحلة يعني مرحلة جيدة في التدين المسيحي، وأنا كنت فرحان كثير بصراحة أنه يكون معنا بهالحلقة، وأنا بتمنى يرجع يشوف المسج ويتصل فينا. للأسف لحد هلا ما هو شايف المسج، فأنا بتمنى يرجع يشوف المسج ويتصل فينا. على كل أصدقائي أنا راح نساوي حوار بيني وبينكم، وبتمنى إذا بدكم تطرحوا أسئلة وأنا حاضر أجاوب على الأسئلة، وإذا حدا بده يتداخل أنا راح أفتح سكايب مباشر، دقيقة واحدة أفتح السكايب. وبعتذر كتير على عدم حضور الأخ صالح. ويا ريت يعني تشاركونا بتعليقاتكم بمداخلات، إن كان على سكايب ولا على الفيديو. راح أشوف إذا في أي تعليقات على الفيديو غير أسئلة عبد الله، غير أسئلة علي عبد الله، آسف، بس ما يكون علي عبد الله صالح معنا يعني. طيب علي عبد الله كاتب كمان، يعني هو في الإيغو تشاوك، أظن نشكركم على جهدكم وكل ما تعانوه من أجل تنوير عقول الشباب، ويعني أنا العفو، يعني هذا واجبنا أنه نصحي الناس، لأنه هدول أهالينا بالنهاية يا أخي، هدول ناسنا وبشرنا أهلنا، يعني أنا أهلي كلهم مسلمين، أخوتي كلهم مسلمين، واقعين بهالانحطاط هذا، بهالتخلف هذا من وراء الدين، فهذا واجبي، هذا ما هو مني، ما بدي حدا يشكرني أنا على المسألة هي. أنا أعطي وقتي ليس لأني بدي مستني شكر من أحد، أنا هذا واجبي وراح أعمل وما راح أتوقف مهما كان. يعني الضحايا اللي نزلوا انقتلوا بسوريا أنا ماني أحسن منهم، دمي ما هو أحسن من دمهم، يعني الضحايا الأطفال اللي شفناهم بدون روس وبدون جرين وبدون، يعني أنا دمي ما هو أفضل من دمهم، أنا مستعد أموت هلا في سبيل هالناس هاي، لأنه هالناس هدول أهالينا، هالناس هدول مغيبين إلى أبعد الحدود، هالناس هدول يعني الخرافة شايفين شو عملت فينا. الخرافة هذا جماعة العلويين بدهم يستلموا الخلافة بشان من وراء علي، وجماعة السنة بده يستلموا الخلافة بشان
معاوية وعمر وهالعصابة، العصابة النجسة اللي يعني ما بعرف شوهت التاريخ، قتلت التاريخ وغيرت مجرى التاريخ اللي المفروض كان يكون غير هيك. المفروض يكون التاريخ المفروض كان ينكتب، كان لازم يكون منطقتنا منطقة الشرق الأوسط هي منبع الحضارة، منبع العلم. يعني بدل ما تكون أوروبا هلا هي الرائدة في العلم، لا، لازم كان تكون الشرق الأوسط يكون الرائد في العلم. كان لازم هذول الغربيين يجوا يتعلموا عنا بجامعاتنا، مو نحن نروح نتعلم عندهم، مو نحن نكون لاجئين عندهم. للأسف الشديد، للأسف الشديد إجا الإسلام وإجت هالعصابة، أي عصابة محمد وجماعته، خربت الدنيا، قتلت الناس، شردت الناس، زرعت الخرافة بالناس بقوة السيف، ويعني شايفين النتيجة، شايفين النتيجة. طيب خلينا نقرأ تعليق من فارس. عم بيقول الأخ فارس: المسلمون الصراخ على قدر الألم، والأمل معقود على العرب لكي ينسفوا هذا الدين الذي سلب أبسط حقوقنا، لا ديني سعودي، والأمل معقود على الغرب، لازم يكون يعني هو كاتب العرب. على كل، في الأخ هو نفسه عبد الله عم بيقول: طيب ما رأيك في دول يسارية مثل روسيا رومانيا وروسيا وبلغاريا وتشيك، مع علم أن هناك أحزاب يسارية في تلك الدول؟ أحزاب يسارية شو كل حزب يساري ممكن يعني يدعم الديمقراطية يا سيد علي؟ يعني صدقني، حقوق الإنسان موجودة بالدول الغربية. الدول اللي عم تحكي عليها روسيا أصلاً مستلمتها مافيا، يعني طلعت من الحقبة الشيوعية، يعني حقبة شيوعية صحيح فيها يعني إنه ملحدين، ولكن فكر ديكتاتوري، يعني ما بفرق عن بشار وغير بشار يعني. فالحقبة صحيح اعتمدوا على العلم، يعني اعتمدوا على العلم، ولكن بالنهاية ديكتاتورية كانت. وهلا مين مستلمة هلا؟ روسيا، يعني المافيا مستلمة روسيا. هذا بوتين مين يعني؟ راح مثل سوا مثل بشار وأبوه: سلمني أسلمك. هيك صار يعني. شو صار زيادة يعني؟ ولا رومانيا ولا هدول كل دول امبارحة طلعت من ورا التخلف. صح شوي أحسن من عنا، ولكن ما هي الزيادة؟ بدك تشوف حقوق الإنسان، تشوفها مطبقة في الاتحاد الأوروبي، تشوفها مطبقة بأمريكا، تشوفها مطبقة بكندا، بأستراليا، هدول اللي بيحترموا حقوق الإنسان، باليابان. لكن تروح تشوف للصين مثلا، ولا تشوف يعني بعدين ليش مركزين على مسألة إنه المثلية؟ المثلية يا جماعة، المثلية مسألة طبيعية طبيعية. يعني هذا الإنسان المثلي ما كتب لحاله: والله أنا بدي أصير مثلي، ولا أنا يعني فتحت عيني، والله لا بدي أروح أمارس الجنس مع شخص مثلي أنا. لا، لن كانت مرأة ولا كانت رجل، كان رجل يعني. ما حدا بيريد يكون غير الناس يعني. على كل، إن جاني عم بيقول: صباح الخير سامي. طيب صباح الخير، يا ريت تتصل سامي إذا بتقدر تتصل. في موضوع أصدقائي أنا بدي أحكي فيه، هو موضوع المناظرات. يعني أنا بتمنى الأخ صالح يجينا ويشيل عندي الحمل بصراحة. يعني الأخ يا ريت يصحى من النوم، يعني إذا بقدر يصحى من النوم. في عنا كمان شوية تعليق. الأخ نوفا مان عم بيقول: عنوان الحلقة ما هو؟ طبعا الحلقة مثل ما ذكرت هي يعني تجربة الأخ صالح بالدينية، والأخ صالح ما أجا يعني، وآسفين كتير. في أخ نبيل عم بيقول:
شكرا على مجهودك لدي الطالب. هل ممكن تعرض حلقات حول العقائد الأخرى؟ وأنا بصراحة هاي الحلقة هاي كانت يعني المفروض تكون حول المسيحية يعني، وأكيد راح نعمل حلقات عن العقائد الأخرى يعني. أنا بتمنى نشوف أصدقاء من كل العقائد ونعرض العقائد هاي، ونعرضها على الناس تعرفها وتفهمها. فكنت بدي أجي على مسألة المناظرات يعني. يا ريت يا ريت، أنا بتمنى من الأخوة المسلمين مثل اللي حكينا يعني بهالموضوع هذا، حكينا بهالموضوع هذا. بس خليني أشوف شو. طيب هلو، صباح الخير. وبعدين طيب في جان، هل تظن أن الإسلام يؤثر على أوروبا بعد موجات الهجرة ووجود أطفال مسلمون يكبرون هناك؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد طبعا. خليني أذكر الاسم، ديانا. ديانا طبعا بكل تأكيد الإسلام يؤثر في كل مكان يعني، ولكن يؤثر بشكل سلبي للأسف الشديد يعني. مثل الإسلام، أنا يعني الإسلام بمثله مثل جثة ميتة وطالعة ريحتها، فريحتها وصلت لأوروبا أكيد يعني. أوروبا شمت الريحة، هالريحة النتنة الفجة هي شمتها أوروبا. اللي صاير إنه أطفال المسلمين راح يأثروا؟ أكيد لا، لأنه أطفال المسلمين الحاليين موجودين، حتى الكبار فيهم يعني. أطفال المسلمين المولودين بأوروبا، الأوروبيين ما أغبياء، الأوروبيين أبدا ما هم أغبياء يعني. الشباب الموجودين بالشرق الأوسط بدأوا بالإلحاد بفضل الإنترنت والعلم، فما بالك بالأطفال المولودين بأوروبا واللي التكنولوجيا الحالية لا تساوي شيء بين التكنولوجيا اللي راح يشوفوها هن يعني. هلا مثلا عندك واتساب، عندنا فيسبوك، عندنا فايبر، عندنا كل هالوسائل هاي للاتصال، سكايب وغير سكايب وجوجل وكل هالوسائل هاي. تخيل بعد 10 سنين كيف راح تكون وسائل الاتصال. بعد 10 سنين راح تكون الانترنت يعني، ما راح نسوي مقابلات باللابتوب بالعدسات اللاصقة، راح يكون انترنت بالنظارات يعني. راح اقعد انا هيك واحكي بعيوني، راح احكي يعني، راح اشوف الناس بعيوني يعني. نحن ماشيين بالشارع حاطين نظارات الانترنت وماشيين، وممكن بعيونك تتحرك كل شيء. ف يعني الاعتماد هو على التكنولوجيا. التكنولوجيا، العلم لن يسمح للخرافة أن تتمدد أكثر من هيك. اللي صار بالشرق الأوسط، هو دخل فجأة الإنترنت على الشرق الأوسط، شعوب نائمة كانت إلى أبعد الحدود، غرقانة في النوم بهالانحطاط هذا، وجاء الانترنت سلط الضوء يعني. مثل واحد نايم بغرفة معتمة 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 ونايم نوم عميق، اجى شخص شعل الضوء عليه. لما شعل الضوء عليه هذا النائم فتح عينه من كتر الضوء، ما بقى يعرف شو يساوي، صار يفرك عينه يقوم يتخبط لأنه ما بيعرف شو اسمه ضوء. فهالشخص النائم اللي صار يتخبط حاليا هو اللي بتمثل بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وهالدول الاسلاميه. خلينا نقول بعد راح يتعود على النور، راح يتزن يوقف على حيله، ان شئنا وان ابينا راح يكون هيك. طبعا هاي نظرتي انا، نظرتي للمستقبل اقل شيء، ولموضوع اللاجئين اذا كان يعني موضوع اللاجئين وموضوع الشرق الاوسط يعني. مستحيل اطفال اليوم يطلعوا بنفس العقليه اللي ربوها اهاليهم. لولا هيك البشريه ما تغيرت يعني. لولا الانسان ما بتغير، الاطفال ما بياخذوا شيء جديد، ما كان صار تغير. طيب عنا نوفا امان، خلينا اهلا وسهلا نوفا امان، تفضل. اهلا بيك، تفضل تفضل. يا ريت علي صوتك كمان مشان الاخوه المشاهدين يسمعوا. تمام كده كويس؟ تمام تمام تفضل. تمام، انا
بس كنت جاي من بره فما عرفتش عنوان الحلقة، بس حضرتك قلت. انا بس كان في كام تعليق كده صراحة بيتكلم على نوفا اتفضل. ما في عنوان للحلقة، كان هو المفروض يكون في ضيف من خلفية مسيحية يكون ضيفنا، وهو عايش باستراليا والساعة 5:30 عنده، ويمكن سيحبها نومة وما اجى يعني، فراغ الضيف يعني. هي تفضل. ملحوقة ملحوقة بعد اكيد كده إن شاء اكيد الله. اكيد. أنا بس شفت فيه كام تعليق كده عن المثلية وكده. أنا فعلا مش عارف أفهم هو إيه المشكلة يعني مع ربنا في الموضوع ده. يعني دايما من أول يهودية المسيحية الإسلام دايما القصة اللي هي صدوم وعمورة، وإن عرش ربنا بيتهز من اتنين بيعملوا كده مع بعض بإرادتهم. مش عارف إيه المشكلة يعني. هو عرشه لهالدرجة رخو حتى يهزه يعني، اتنين عملوا مع بعض مسألة شغلة يعني. يعني انا فعلا بقعد افكر فيها كتير. طب ايه يعني، طب الحيوانات، بالنسبه للحيوانات اللي بتعمل كده ايه الوضع يعني؟ يعني اشمعنى مركزين قوي مع البني ادمين ان هم بيعملوا كده؟ يا لهوي دي حاجه غريبه. على فكره انا واحد من الناس اللي اتغير فكره. انا برضو في الاول كنت بقول ده شذوذ ودي حاجه غريبه ومش عارف ايه، بس كنت رحيم شويه معاهم. كنت بقول الناس دي المفروض تتعالج، مش تتسجن ولا تتضرب ولا الكلام ده، تتعالج. دلوقتي انا بقول، وده رايي، إن الناس دي أكثر من طبيعية، ناس طبيعية جدا زي طبيعي أي يعني، حد. طبيعة طبيعة، هي هم الطبيعة. مش مستنيين مني، أنا شخصيا مش مستنيين مني إن أنا أذن لهم بحاجة زي كده برضايا غصب عني. بالضبط الطبيعة ما بتستناش صح رضا حد، ما بتستناش موافقة حد. صحيح الناس دي طبيعيين جدا، والناس دي حتى يعني الواحد لما بيفتح الموضوع ده مع محيطه وبيتكلم معاهم بالمنظر ده، طبعا أنت أكيد متخيل الواحد بيتقال له إيه. انت بتدافع عنهم ليه؟ انت معاهم ليه؟ انت يبقى اكيد انت كذا. أكيد طب أكيد يعني لو انا شفت مثلا كلب بيعاني مثلا في الشارع، مع فارق التشبيه الرهيب، انا بس بدي مثال، لو شفت اي حاجه غير انسانيه يعني كائن مش بني ادم وتعاطفت معاه، معنى كده ان انا برضو من فصيلته؟ انا مش مضطر ان انا اكون مثلا اتبع لاي دين او عايش في بريطانيا عشان خاطر اتعاطف مع البريطاني، مش مضطر اكون امريكا عشان اتعاطف مع الامريكي. بالضبط انا بالضبط بني ادم بس، والناس دي بني ادمين، ومحدش شاف منهم اي اذى في الدنيا، بالعكس هم اللي عمالين يتاذوا، و50 واحد ماتوا وزيهم مصابين من غير اي ذنب، اي ذنب هم ما عملوهوش. للأسف يعني الشديد، للأسف المشكله الشديد. ان كل المتدينين سواء مسيحيين او مسلمين او يهود اجمعوا في اللي حصل دوت على ان ده كويس ان هم عملها واحد مجنون، بس كويس ده يعني كان نفسنا انه يحصل من زمان. نوفا شو رأيك هلا المسلم يعني، هلا مثل الأخ علي عبد الله يعني، هذا النسيان كل هالمجازر اللي عم بتصير، والأطفال اللي عم بتقتلوا، الناس اللي تشردت، مدن بكاملة أبيدت، نسيانين كل هالأشياء هاي، وراكضين ورا الله في هذا مثلي وهذا مو مثلي، وهذا بيمارس الجنس بالطريقة الفلانية وهذا بيمارس الجنس بالطريقة الفلانية يعني. كيف بيفكروا الناس؟ برأيك كيف بيفكروا الناس هاي؟ انا مش بعيد عن التفكير دوت، انا لسه سايبه من حاجه بسيطه، بس الناس ديت اتاثروا بالدين واتاثروا بالمجتمعات. انت عندك يعني لو بتعيش في الشرق الاوسط هتلاقي ان المجتمعات يا عيني مكبوته لابعد الحدود لابعد الحدود، لدرجه ان الزوجه ما بتقدرش تقول لزوجها في اوضه النوم هي بتحب ايه وما بتحبش ايه، لانها لو قالت له حاجه يقول ده انت بقى خبره، ده انا مش اول واحد بالنسبه لك، حتى لو هو واثق ان هو اول واحد. فتخيل المجتمع دوت، المجتمع العفن دوت، لما تيجي تكلمه في حاجه بالمنظر ده عمر عقله يعني ما هيقدر يستوعبها. وانا ما بلومش عليهم يعني، ان انت تكبر في قرف زي دوت، ده التحدي الاكبر بالنسبه لك هو ان انت تنفض او تنفض كل الغبار والعفن دوت من على جسمك. مش مشكله ان انت تتربى فيه لان مفيش حد بيختار البلد اللي عايش فيها، بس ايه المشكله انت دلوقتي بقيت كبير، انت دلوقتي ما بقتش طفل يتقال لك اعمل كذا وما تعملش كذا، انت دلوقتي عندك عقل، عندك اختيار، والاختيار ده على اساسه انت هتتحاسب حتى لو اخترت غلط. ايه المشكله انك تختار غلط وبعد كده ترجع وتصلح نفسك؟ البني ادم جاي في الدنيا عشان خاطر يخوض التجربه ديت، مش عشان خاطر يمشي معلق في صفوف معروفة هي رايحة فين موجهة، وبعد كده يجي في الآخر. حتى من وجهة النظر الدينية انت هتروح تقف بينك وبينه لوحدكو،
مش هينفع تجيب معاك شيخ، مش هينفع تجيب معاك قسيس، مش هينفع تجيب معاك اي حد وتقول له اصل هو اللي قال لي. هو مين؟ مفيش هو، انت واقف لوحدك بس. بالضبط بالضبط فالناس دي بالضبط. يعني انا شايف ان هو رفقا بيهم، رفقا باللي مش فاهم، ورفقا بالمثليين، رفقا بالاثنين، لان معلش هيجي وقت وهيفهموا. يعني انا لما كتبت قبل كده بوست بالمعنى دوت ان هيجي وقت وهيفهموا، ناس كتيره دخلت واتكلمت على ان انا بقى انت انت منهم، انت مش عارف ايه. لا وماله، اوكي اشتم. هي في الاول كنت انا برضو زيك كده، كنت في الاول بنتقد وكل حاجه وبشده وكل حاجه، بس صدقني والله هتيجي في الاخر وهتعرف ان البني ادم موجود في الدنيا علشان خاطر يسعد نفسه بغض النظر بقى، ادام هو ما اذاش غيره خلاص. ومشكله صدوم وعموره على حسب بعض التفاسير الاسلاميه، عارف ان انا طولت، على حسب بعض لا لا التفاسير ولا يهمك. الاسلاميه ان المشكله فيهم كانوا بيغتصبوا مش بيطلبوا من الناس. ساعه قصه النبي اللي جاله الملائكه وخبطوا عليهم اهل القريه وقالوا له طلعهم لنا، كانوا عايزين يغتصبوهم وقال لهم لا تسوقوني في ضيوفي بس. فهي المشكله بعض، طبعا دي بالنسبه للتفاسير شيوخ شويه متنوره يعني بس. وبعدين في بريطانيا امام مسجد بيجوز المثلي، وهو نفسه مثلي، والراجل ده يعني انا بحترمه جدا يعني جدا يعني بس. وله تفسير وانا احترمه، أنا وزي ما انت عارف انا لحد دلوقتي لم صراحة اغادر، الاسلام، لاني اعتقد ان هو ممكن يكون الوضع وصل لنا بس غلط. انما لو هو فعلا كده زي احنا ما شايفينه، فلا ساعتها هيكون في كلام تاني خالص. من وجهة نظري بالنسبة لي هيكون في كلام تاني خالص. نوفا انا مش شايف. نعم تفضل. نوفا يعني المشكلة ما مشكلة شو كان مثلا، شو كان مثلا من 1400 سنة، هل كان محمد جيد أو سيء، هل كان رجل نبي حقيقي أو نبي كذاب أو من علاقة. التاريخ زلمة مات وانتهى، وانتهى عصره، وكل الصحابة تبعه انتهوا إلى الأبد. يعني اليوم من علاقة شو صار، يعني ماني فاضي أنا أبحث شو صار وما صار. أنا اللي علي اليوم أنا ماذا أواجه، الواقع تبعي شو هو. الواقع تبعي بيقول في جماعة اسمه المسلمين عم بيفجروا بيقتلوا بيدبحوا بكله باسم دين اسمه الإسلام. الماضي تبع الإسلام انتهى، بالنسبة لي انتهى، أنا لي بالواقع تبع الإسلام. فالضغط كله، الصراع كله مع الواقع الإسلامي. نحن الماضي الإسلامي انتهى، يعني ما راح نقدر نروح نغير الماضي، يعني مهما كان صح ولا غلط ولا هيك ولا هيك، يعني نحن بدنا الواقع نغيره. صحيح. بالنسبة للبشرية هم ما لهمش أي ذنب، وما لهمش إن هم يبحثوا في كل الحاجات القديمة دي. إنما عندك حق طبعا، هم المسلمين دلوقتي بقوا عنوان الإرهاب في العالم. أنا عمري ما شفت بوذي يفجر نفسه، عمري ما بالضبط. سمعت عن مسيحي، عن يهودي، عن أي حد يفجر نفسه. ولكن أنا عايز أقول حاجة برضه، حتى المسيحية واليهودية جات عليها عصور وكانت أكثر ظلامية، بس صح لو كان عندهم صح فكرة إن هم يفجروا نفسهم وإمكانية إن هم يفجروا سيارات متفخخة مفخخة أو طيارات مفخخة. هي دي المشكلة. المشكلة إن الإسلام حاليا دلوقتي باللي حضرتك بتعمله واللي الناس بتعمله هو إعادة صياغة وتأليم أظافر لكل الشرور اللي موجودة فيه. هو بقاله 1400 سنة زي ما هو كده، بس بالنسبة للمسلم اللي عايز يحسم أمره فهو مضطر، يعني مضطر آسفا ان هو يخوض في كل دوت ويبتدي يقرا من اول وجديد السيره ويقرا صحيح القران صحيح ويقرا السنه علشان خاطر يحسم امره. ده امر خاص بيه هو، ما يخصش البشريه في شيء. وهو لو على البشريه، البشريه ما لهاش اي ذنب في اللي هي بتشوفه دلوقتي. وانا فعلا يعني قلتها وبكرر اعتذاري لكل كردي وكل ايزيدي وكل جزائري او مغربي ومجابهة البوليساريو كلهم على اللي عملوا فيهم المسلمين فعلا. يعني الواحد بيخجل والله، والله بخجل فعلا لما بعرف احنا قد ايه ظلمنا الناس دي. ما للأسف كانش ليهم الشديد، أخي يعني، للأسف. كنا خلاص اوكي الاراضي اتفتحت والناس دي عرضنا عليهم الاسلام، والله واحد اتنين تلاته، عايز تسلم تسلم، مش عايز تسلم مع السلامه، ونروح على بيوتنا تاني، نرجع على جزيره العرب تاني.
انما ناخدهم سبايا وناخدهم عبيد وناخدهم وهو غصب عنك لازم تؤمن وهتدفع وهتحارب ايه ده كل ده؟ انا اسف، ده مش غزو ولا حاجه، ده احتلال ملوش صفه احتلال. عندي غير الاسم ده. بالضبط، احتلال اكيد. يعني انا بتمنى كل المسلمين يوصلوا للمرحله اللي وصلتها انت. يعني نحن ما عندنا مشكله مع الاشخاص يا اخي، فكر كما تشاء، ولكن لا تحول تفكيرك الى واقع يدمرني الي. يعني بس هل هلا مثلا البوذيين مثلا بيعبدوا بقره، ولا الهندوس هذول بيعبدوا بقره، يعبدوا العجل، يعبدوا بطيخ بس، ولكن يعني اقل شيء ما بيجي بشيء المسدس بيقول لي والله لانك ملحد، طا 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 يضربني، ولا يفجر لي قدام بيتي، ولا يفجر لي ويقتل لي اولادي. يعني بعد بالنهايه، بالنهايه الملحد، ولا يعني الملحد هدفه بالنهايه هو هدف حقوق الانسان يا جماعه، حقوق الانسان. بتعرفوا شو حقوق الانسان؟ يعني لا، في العالم ده ما بنعرفش يعني ايه حقوق، فعلا ما بنعرفش يعني ايه حقوق الانسان. انا واحد من الناس بكلمك ما اعرفش ايه حقوقي وايه هي واجباتي، قبل ما فكري يتغير مش عارف ايه هي حقوقي وايه هي واجباتي، فعلا انا مش عارف ايه. انا فاكر ان كنت فاكر ان حقوقي ان انا اخلي الشخص ده مسلم ازاي بقى بشتى الطرق، بس بعد كده لا، هو من حقه ان هو انا بعرض عليه يعني، حابب خلاص، مش حابب مع السلامه، ما فيش بالضبط مشكله خالص. بالضبط بالضبط. يعني أي رسالة كانت، أي رسالة. يعني أنت كإنسان، أنت كإنسان مسلم، فكر فيها بس للحظة، هل الدين ممكن يكون بالإكراه؟ في فكرة بتجي بتدخل مخك بالإكراه؟ يعني اليوم أنا مثلا تقول لي هل قداح هاي أنا شايفها حمراء، أوكي؟ وأنت شايفها زرقاء. طيب تشيل السيف وحطه فوق راسي ويقول لي هل قداح زرقاء؟ هل من المعقول داخل فكري راح اقول زرقاء؟ ممكن انافقك واقول لك زرقاء، ايه، لانه خايف منك، بس راح طبعا تتم حمراء بنظري. صح، وعلى النقيض برضو يعني، انا لما دخلت المنتديات والفيديوهات بتاعتكم بتاعت الملحدين والمتنورين، انا فعلا في الاول انا كنت رافض ايه اللي هما بيقولوا ده، بس صدقني والله حتى بشوف يعني ما عرفتش فعلا انام من كتر الكلام، الافكار الواقعيه والافكار مش هقول برضو الذكاء، لان انا ما بعتقدش ان في حد اذكى من التاني، بس طبيعيه، انتوا حررتوا عقلكم بالضبط فقدرتوا تشوفوا الصوره كامله. صدقني حتى ساعتها انا ما كنتش بعرف انام من كتر ما الراجل عنده حق، ده منطق، ده المنطق، اصل المنطق ما بيجاملش يعني. في امريكا 2 + 2 = 4، في بريطانيا هتلاقي نفس الموضوع، في اليابان، في الهند، في مصر، ما فيش حد هيقول لك 2 + 2 علشان ديني فهو بيساوي 16، استحالة لا، في استحالة. بتذكر كنا أطفال يدرسونا خطان مستقيمان لا يلتقيان إلا بإذن الله. فللأسف الشديد الخرافة ممكن تحول كل شيء. يعني نوفا، أنا بصراحة الفكر الخرافي، الفكر الغيبي، خلينا نقول مشان ما نجرح يعني مشاعر الأخوة المؤمنين، أنا بصراحة يعني الفكر الخرافي منبعه أصلاً، لو هلا مثلا جاي دين الاسلام فقط على هالكره الارضيه، لن اوكي هذا من الاله بعث دين الاسلام للبشريه، ولكن بنلاحظ بكل بقاع الارض في فكر غيبي. مستحيل ما يكون في فكر غيبي، وهذا الفكر الغيبي اذا جيت درست بكل معنى الكلمه بالانثروبولوجي وتاريخ الانسان والتطور، راح تلاقي انه اجت يعني إجابة على أسئلة في وقت الإنسان ما كان عنده أدوات الإجابة على الأسئلة. يعني لما كسوف الشمس شغلة مخيفة كانت للإنسان. كسوف الشمس، لما بدأ بكسوف الشمس وإنسان لا يعرف شيء، ما عنده أدوات الفهم لكسوف الشمس، فبدأ صار يقول في قوة خفية، صار يعبد هالقوة الخفية إنه اللي تحرك كسوف الشمس. بعدين بدأت يشوف الرعد، بيخوف الرعد، يعني صوت الرعد لما، وهالبرق اللي بيضرب بحرق غابات، يعني كان يحرق غابات مثلا، وهالصوت القوي، يعني لحد الآن الناس بتخاف من صوت الرعد يعني. نعم. والإنسان ما عنده تفسير لهالمسألة هاي.
فأكيد بده يقول في كائن غاضب علينا وبصير يبعبد هالكائن هذا، وبالتالي بتاريخ الإنسان اتطورت الحكاية حتى وصل إنه شالوا الله، حطوه على الرف، حطوه على في السماء السابعة في مكان لا يرى بالعين، وبدأوا يؤلفوا عليه القصص، وقصة جر قصة يعني، وكلها متشابهة، كل الأديان متشابهة والأفكار هي متشابهة. يعني أنا آسف إذا أنت مسلم لا معتقد لا بشيء. حقك، بص انا بتابعك علشان خاطر انا حابب مهما قلت انا ارجوك قول كل اللي انت عايزه، لان انا فعلا بستفاد، حتى لو فكره انا شايف ان ليها رد. فانا يعني انا قلتها قبل كده الاستاذ احمد حرقان، وانا فعلا هني انا على استعداد تام ان انا اموت من اجل شخص مخالف ليا انه يقول وجهه نظره المخالفه ليا. انا فعلا مؤمن بده، فأرجوك قول كل اللي معايا، أنا مفيش أدنى مشكلة يعني. بالضبط بالضبط، يعني هل بدنا نقوله، بدنا نقول يا جماعة نحن في عنا فكرة بتختلف عن فكركم بصراحة. يعني أنا بدي أحكي موضوع المناظرات، يعني أنا بتمنى طرحنا هالموضوع هذا قبل هالمرة، وسويت قناة كاملة لاتجاه المشاكس من شهر تقريبا، وأنا بتمنى يا شباب، بتمنى تعالوا ناظرونا يا أخي، إن إحنا غلط، نحن غلط، تعالوا نورونا، نحن غلط، نحن انحرفنا عن التاريخ الإسلامي، نحن ما انحرفنا عن تسيبوناش في الضلال ده، يعني ده وجهة بالضبط، ليش نظري عايفيننا حرام. بالضلال؟ تعوا نحن ضالين، ونحن أفكارنا عم تودينا وتجيبنا، تعا فهمني شو الصح، تعا فهمني شو الصح قدام الناس كلها، ما تشيل علي السيف وتقول لازم غصب عنك بدك تفكر مثلي، لا أنا ما بقدر أفكر مثلك بالقوة، ما حدا بقدر أفكر مثلك بالقوة إلا إذا أقنعته قناعة. داخل بتفرج عليكم في الاول بهدف ان انا يعني اعمل خير عشان خاطر انقذكم من جهنم، دلوقتي بقيت حاسس انها اقرب الي من حبل الوريد. يعني لان يعني تقريبا انا ما اقدرش، بص كلامكم منطقي. واحد مثلا زي شريف جابر لو كنت تسمع عنه، عامل فيديو هل الله موجود، God exist، رائع، 9 دقايق رائعين، يعني ما بيقولش فيهم غير كل ما هو بيدور في عقلك، اكيد دار في عقلك وفي عقلي وفي عقل كل مسلم من وهو عيل صغير. انا الكلام اللي هو قاله ده دار في عقلي فعلا وانا عندي مثلا 7 8 سنين، وكنت يعني وانا بفكر في الافكار دي قبل. اخي نوفا، انت معنا؟ الصوت انتهى. تضاهي جميع النشوات اللي انت ممكن تتخيلها يعني. وبعدين لما كبرت شويه بدات اقول لنفسي يعني كاون داون، يعني انزل بقى تحت شويه عشان خاطر انت كده عديت الحدود، فبدات احس باحباط شديد تاني بقى علشان خاطر انا دلوقتي عندي 31 سنه، علشان خاطر ارجع احاول ارجع افكر تاني بالحريه. والموضوع مش سهل على فكره، الموضوع مش سهل، وانا اعذر اي حد يجي يقول لي، حتى على فكره لو ما فيش سيف انت، يعني انا هقول لحضرتك حاجه، لو انا مثلا قلت لك انت حر، عايز تتكلم معايا اتكلم، مش عايز تتكلم معايا ما تتكلمش، بس خد بالك رغم ان انت حر بس انا هستناك بره بيتك، هضربك بالنار او هحطك في نار جهنم او 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 او, أو. انسى ان انت يعني هتقول لي لا انا هتكلم معاك مفيش عندي مشكله. فازاي المسلم او غير المسلم هيفكر بحريه وهو حتى لو ما في سيف وهو في جهنم؟ في جهنم بالضبط يعني بالضبط. رهيب، والقران فصل فيها تفصيل يا الله رهيب، يعني ماء كالمهل يشوي الوجوه، وشجره الزقوم، وهيشربوا مش عارف مين، وهيشربوا صديد، وهيشرب ايه ده كله. انا شايف ان انا وهي مو بس يعني مو بس اضعف من بالاسلام كل ده. نوفا نوفا، هي مو بس بالاسلام، يعني مثلا بالمسيحيه، المسيحيه يسوع بيحبك ويسوع بيحبك وما بعرف شو، بس اذا ما حبيته النار مستنيتك. برضه المشكلة الفكر الغيبي كله سواسية، يعني إلا في وانت مش طوارئ. فادتنا يعني بالنسبة ليسوع، مش انت فادتنا خلاص يعني، نزلت واتصلبت وكل بالضبط دوت خلاص، مش احنا خلاص خطايانا ايه يعني؟ ايه فكرة لازم تعبده يعني؟ ليه ليه ليه؟ ولو ما عبدتوش، انا عندي فكرة بس ما فيش حد عارف يرد على الجد،
شغلاني على طول. تفضل. انا دلوقتي ربنا هو اللي اداني العقل ده، صح ولا لا؟ طبعا اكيد. المؤمن هيقول صح، طب تمام زي الفل. انا عقلي دوت اقل من عقل مثلا بابا الفاتيكان اللي هو مؤمن، طب تمام. مين اللي ادانا احنا الاثنين العقل ده؟ هو ربنا اداهوني اقل قدره مني، وحاسب بعد كده على ده. يعني اهلي اللي هو اداهوني ده ما وصلنيش للنتيجه دي، انا اللي احاسب. بالضبط بالضبط. يعني المشكلة انه هل الاله هذا بيعطيك عقل وبيقول لك الحرية الكاملة، وبعدين بيحاسبك على العقل اللي اعطاك اياه. يعني مثلا خلينا نقول، وهو بيعرف ايش بدك تساوي. المشكلة انه هو بيعرف مسبقا كل شيء، وتصرفاتك وكل شيء. يعني فرضا اليوم عندي ساعة الارم، بكرة الصبح أنا بدي أفيق الساعة 6 الصبح، عندي شغل، بعير الساعة 6 الصبح. لما بتبلش الساعة تدق وبدها تفيقني أزعل، ويا بنت ليش فيقتيني، وأقوم أضرب الساعة وأحرقها. طيب هل هناك منطق؟ يعني وأين المنطق ذهب؟ يعني يلام يلام تلام الساعة ولا أنت اللي تلام؟ أنت اللي تلام؟ بالضبط بالضبط. الساعة ما لها علاقة، الساعة نفذت ما أنت تريد. بالظبط. يعني فكرة بسيطة وسهلة، بس صدقني مش هتيجي الواحد مرعوب. يعني أنا لازلت أصنف نفسي إن أنا مرعوب، وأنا مش شايف إن فيها يعني شيء يعني يعيبني. ماشي أنا مرعوب لحد دلوقتي، ماشي، بس بالمنطق برضو لما بتدي لنفسك دقيقة كده تفكر فيها بحرية، بتلاقي ان لا، يعني مش انا المفروض ولا يعني انا، انت ما عرضتش عليا الحقول وقلت لي ده هيوصلك للنتيجه الفلانيه، وده للنتيجه الفلانيه، وده للنتيجه الفلانيه، وانا اخترت اسوأهم. اه ساعتها ماشي، وبعدين حتى لو كنت اخترت اسوأهم، هو انا فاكر يعني حتى في القوانين مش ربنا المفروض ان هو ارحم واعدل من البشر نفسهم اللي هو خالقهم؟ طيب اذا في القوانين كلها في انجلترا، في مصر، في امريكا، في اي حته في العالم، بيقول لك لو الانسان ارتكب جرم ما، جريمه مثلا قتل، وجاله فقدان ذاكره وفعلا ما بقاش فاكر اي حاجه، هل يجوز ان احنا نعاقبه ولا ما نعاقبوش؟ دي مشكله منطقيه وفلسفيه. هو ما بيعاقبوش، القوانين ما بتعاقبش. طيب انا دلوقتي اخترت في زمن ما، وانا كامثال الذر زي ما بيقول الاسلام، واخترت اختيار خاطئ، بعد كده عشان خاطر 70 سنه هعيشهم، اترمي في جهنم لابد الابدين عشان 70 سنه؟ لا، لو كنت عرضت عليا وانا فاكر دلوقتي، لا خد ال 70 سنه وانا مش عايز. يعني انا بالضبط. فعلا كنت بقولها لنفسي، يعني اللي هو دعاء سيدة مريم ودعاء عمر بن الخطاب، لما بيقولوا اللي هم يا ليتنا لم نكن شيئا وكنت ناسيا منسيا، زي ما قالت مريم في القران مثلا لما عرفت ان هي حامل من غير ما يمسسها بشر، فقالت يا ريتني ما كنتش حاجه، يا ريتني ما كنتش جيت الدنيا اصلا. فانا فعلا قلت الكلمة دي من قبل ما أعرف إن ده دعاء لحد، والله أنا أكيد فعلا بصدق أكيد القول من أكيد قبل ما أعرف إن ده دعاء لحد. طبعا. لما عرفت إن في حاجة اسمها جهنم وفي حاجة اسمها جنة ونار، وهتقف موقف عظيم، وأصلا يوم القيامة لوحده حتى لو بعديه دخلت الجنة يوم صعب جدا كارثي، العرق هيوصل مش عارف لركبته، واللي منهم لوسطه، واللي منهم لصدره، واللي منهم هيسبح في عرقه، إيه ده كله؟ والشمس هتدنو من الرؤوس، مش عارف شبر. يعني الموضوع يعني ده برضه ينطبق على الناس الكويسين، يعني ده برضه المعاناة، ده لوحده في حد ذاته عقاب، وعقاب مش قليل كمان. للأسف الشديد الخرافة أصلا كيف، يعني كيف فرضوا على الناس يقدسوا الخرافة؟ يعني كان ما كان بالسيف الفيزيائي، يعني على الرؤوس بالوهم، وهل التخويف المبالغ فيه إلى أبعد الحدود، والخيال الخصب بالتخويف والإيذاء الجسدي، هو اللي خلى الناس تقدس الخرافة وتمشي كالقطيع، يعني ورا شيء وهمي أصلاً. يعني انا بدات في اليومين دول اقتنع بكلام امير البحث الشجاع البغدادي اللي هو بيقول هناك رب، وانا بحاول اكون دقيق في كلامه، هناك رب، ولكن اذا افترضنا وجوده هيكون بيريد بالبشريه السوء مش بيريد بهم الخير. بالضبط. يعني انا كنت بعتقد العكس تماما قبل ما اسمعه، بس فعلا لو بالمنظر ده يبقى فعلا هو جايبنا حفر لنا الحفره ومشانا في الطريق، وهو عارف ان احنا هنسقط فيها، كده كده هنسقط فيها، فاللي هو امشوا
وقعوا فيه. طب ليه كل ده؟ علشان كل ده عشان خاطر مشكلة حصلت ما بين إبليس وبين آدم وبين ربنا. طب إيه رأي يعني إيه رأيكم يا جماعة نحل المشكلة ديت وكنا نجيب إبليس وادي قليل الأدب اللي أنت بتعمله ده ونديله قلمين واسجد لعمك آدم وخلاص والموضوع يخلص وينتهي، أو حل تاني يتجاب هو إبليس لوحده ويتحط هو لوحده في جهنم، ولا بقى ينزل آدم من الجنة ولا نخلق البشر الرهيبة ديت ومليارات الناس هتخش جهنم. كان المشكلة في بدايتها كانت تتحل بأبسط من كده بكتير، ياض عبيض وبتاع وحتى حاليا نوفا، يعني حتى حاليا بقدر يشيل الشياطين كلها، هو قادر على كل شيء، يشيلهم يحطهم بجهنم وخلص يريح الناس. يعني مثل ما قال السيد القمني، يعني انا بعجبني كثير لما قال انه على الملحد الفطري، يعني يجي يكتب له في السماء بشيء من النجوم انا ربكم يا اولاد الكلب اعبدوني وخلصونا بقى، فمشان تعبدوا الناس كلها نؤمن فيه ونخلص. يعني وحتى هيقول لنا ساعتها مين الصح ومين الغلط، بدل ما احنا قاعدين ندبع في بعض ونقتل في بعض. انا الصح، لا انا الصح، اليهود يقول اليهود يقولوا احنا شعب الله المختار، بعدين المسيحيين يقولوا نفس الكلام، بعدين المسلمين يقولوا نحن خير امه. لازم يبقى في الخيريه دي، لازم يبقى في استاذ للبشر. العنصريه ليه لازم يبقى فيه فعلا عنصري؟ ليه لازم يبقى فيه حتى عنصري بالمنظر ده؟ طب ما يطلع يقول لنا يا جماعه صلوا على النبي كده، فلان الفلاني هو اللي صح وكلنا نتبعه وخلاص. بالضبط، وهي اذا بترجع بتشوف افكار القرون الوسطى، يعني هاي هي كل القصه. يعني القرون الوسطى كانت الافكار كلها دارجه بكل انحاء العالم. طيب نوفا، انا كانوا متنورين جدا، انا عارف ان انا طولت، انا اكيد انا بشكرك كثير اخي نوفا، وبشكر اتصالك ومقدر وضعك، وانا بتمنى لك تفكر بمنطق وحياديه، وانا شايفك ماشي بهالطريق. يعني شيء جميل انه الانسان يفكر بمنطق يا جماعه، العقل زينه، العقل احنا زينة. تعلمنا منك يا العفو حبيبي، انا بتعلم منكم، انا بتعلم من كل اصدقائي. هو انا ليا طلب بس رجاء عند حضرتك، تفضل. هو قضيه المثليين لازم تناقشها وترفع الظلم اللي على الناس ديت. تاني حاجه، انا واحد من الناس جات عليا فتره مثلا في ال 12 و13 سنه، انا فعلا يعني وصلت لدرجه قبل كنت هعبط المرأة من كتر ما انا يعني بحبها وبحترمها، وشايف ان هي كائن، كنت بشوف فعلا ان هو مش بشر، هذا الكائن اللي بيخرج من جسمه كائن تاني في حياة مكتمل النمو ده. يعني كنت ساعات بحس فعلا، عشان كده لما رجعت وقعدت اذكر في الموضوع ده ما استغربتش لما لقيت القرون اللي قبل كده كانوا بيقدسوا المرأة ويعبدوها، وكانت بالنسبة لهم إله. عندهم حق تماما وانا معاهم تماما. لو يعني لو في حد من البشر هتكون المرأة من وجهة نظري مش الرب، لأن فيها أسرار وفيها حاجات تحترم جدا. فأنا أرجو إن حلقتين بس للموضوعين دول، أكيد أكيد موضوع المرأة وقد إيه هي مقدرة بس. وشكرا لك. شكرا شكرا أخي نوفا، شكرا كثير لك، شكرا كثير، وبتمنى يعني مثل ما بيقولوا يعني مشاركات تانية في حلقات تانية. شكرا لك أخي نوفا. أكيد، مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة. طبعا في بس عندي رسالة أنا بتمنى تكون لها علاقة بالحلقة. طيب، على كل حال الرسالة ما لا كنت يعني بصراحة كنت مفكر إنها تكون من الأخ صالح، للأسف الشديد الأخ صالح لحد هلا ما شاف رسالتي، وأسف كثير على يعني للأسف الشديد، يعني الوقت راح. على كل حال صار ساعة تقريبا الحلقة راحت. في الأخت، أظن الأخت ديانا كمان عم تقول لي جان البرنامج يحتاج مثل الحلقة التي كانت مع شجاع البغدادي، السخرية على آيات القرآن وتضعيفها، وبرنامج آية وتعليق، لأنك تلقي الضوء على الآيات القرآنية وتنفي عنها القدسية. بكل تأكيد رح سنكرر الحلقات أختي ديانا، بكل تأكيد. يعني أنا حكيت مع أخي رياض، وبصراحة نحن يعني هي أول حلقة، السخرية أكيد رح نكمل، أنا رح أكملها هي السخرية، لأنه هذا الفكر بصراحة يعني هالفكر هذا يعني لا يستاهل غير السخرية. يعني ما هو معقول تجي شخص
يجي يقول لي مثلا مريم ولدت يسوع الدلوع، هذا هيك من لمس خرافي بدون أي ممارسة جنسية، ولازم أقبل هالفكرة هاي. يعني إذا ما سخرت منها، يعني من شو بدي أسخر؟ إذا هاي ما كانت مسخرة، من شو بدي أسخر؟ ولا يجيني محمد والله طاير على الحصان الطائر فرر من للقدس مثل ما بيسموها إخواننا المسلمين، بعدين طلع على السماء السابعة، يعني عدل، لا كان يوقف كل سماء يطلع له واحد. شو فرجونا هالابواب، يعني فرجونا هالابواب، اي سماوات يعني بدك يعني ما اتمسخر؟ لا ابدا اتمسخر طبعا. هو اصلا مسخره يا جماعه، الدين مسخره بالفعل، مسخره. وللاسف الشديد هالمسخره هي دمرت بلادنا، خربت بيوتنا، لعنت ابو انفاسنا، يعني للاسف الشديد. فحقي اتمسخر وما راح اتوقف عن المسخره من هالدين هذا. وطبعا انا واخي رياض مكملين بهالطريق هذا وللاستهزاء. ويعني بالنسبه لايه وتعليق بصراحه ما بعرف يعني، بس انا في كثير افكار ممكن استهزئ منها وراح نكمل بهالمشوار هذا. وإذا بحتاج الأمر نجيب الآيات ونستهزئ فيها لأنها تافهة وما بتمثل إلا عقل متخلف، أكيد راح نجيب هالآيات ونستهزئ منها وأكيد ما راح توقف. طيب نشوف إذا في رسالة تانية من الأخ فري مونكي، عم يعني بيقول The religion of Islam is not a joke. So what do you think if it's not a joke? Are you serious؟ يعني بصراحة ما بعرف شو قال له الأخ فري مانكي. Not a joke. طيب كمل، يا ريت تكمل فكرتك أخ فري مانكي وتقول شو القصة. يعني أنا بصراحة أنا ما فهمت إذا not a joke هذا ما مو... يعني أنا ما فهمت منك إذا كنت معه ولا ضد حتى يعني. طيب خلونا نشوف إذا في أي تعليقات على الفيديو، تعليقات جديدة قصدي. انا بشجع كل اصدقائي، يعني هي السكايب قدامكم اتصلوا اصدقائي، وهي الفيديوهات بتمنى تعليقاتكم. وبرجع اعتذر كمان مره ثانيه يعني نيابه عن الاخ صالح، لانه انا متاكد هو سحب نومه، يعني للاسف وضعه الساعه عنده متاخره كثير. في بيزار اظن عم بيقول، لكن لو كنت عم بيقول نفس حكايتي مع الإسلام. أول تعليق. التعليق الثاني عم بيقول، لكن لو كنت ذكرت سؤالي فالحقيقة مجرد خرافة، نحن مجرد وهم، نحن نتاج أخطاء متتالية. يعني هو مو بالنسبة بصراحة ما هي أخطاء، نحن منا أخطاء، لكن نحن جينا على هالكوكب هذا، طلعنا من هالكوكب هذا، والطبيعة طورت العقل، كبر الدماغ، فصار في مرحلة ضرورية انه الدماغ يسأل. بداية الإنسان العصري يعني يسأل، يطرح التساؤلات، ليش ولماذا؟ ونحن في عنا غرائز الخوف، في عنا غرائز الحب، غرائز البقاء، كل هالغرائز هي موجودة في الإنسان، والدماغ كبر، فلما يكبر الدماغ بده يسأل، يعني الجبار بده، وانولدت اللغة، فالدماغ بده يسأل. طيب الأخ سالم معنا اتصال من الأخ سال. أهلا أخ سال، تفضل. تفضل يا خسارة حبيبي، تفضل تفضل سال جون. تفضل سال، سامعينك. حبيبي اوكي. والله I heard something said the religion of Islam is not a joke. Islam is not a joke. What's mean? I don't know. Yeah, okay. I have an answer for him in English. If he's against us or with us. You are right. The religion of Islam is not a joke. It's disgraceful.
It's mental illness. It's sick. It's psychopathic. It's murder and cult. It's child molesting. It's abusing. It's the most horrific crime on human history. Islam must be eradicated from the planet Earth and from the universe. Fuck Islam. Sorry for the word, but this is the only thing I can have with Islam. No, I don't respect no Islam, nor Muhammad, nor his stupid caliphates, not his ideology, and not ugly, that ugly book of Muhammad called the Quran. The Quran should be paper towel. The Quran should be toilet paper that we can wipe our asses with. Thank you. More than welcome, Sal. يعني بصراحة مثل ما قلت يعني القرآن لازم يكون يعني هو بصراحة يعني حتى إذا سويته للاستعمالات المراحيض راح يأذي المؤخرة يعني سال. Yeah, but also he need to listen, he or she need to listen. Look, every corner on the planet now, there are crime committed daily and hourly by Islam. Every single island on the planet Earth suffer from Islam. Sure. You have sick mental illness, man. It is sick, but we have to face it. We have to face it. We are facing it. I have one of the Quran copies under my foot now, so I don't give a care. Well done. Well done. Well done. طيب سال إذا في عندك أي أفكار تطرحها كمان بس خلينا سال يا سال بما إنه أصدقائنا المعظمين بيتكلموا العربي أنا افتكرت الآن راح أرجع للعربي تفضل صراحة يعني حلقة امبارح مع عمرو I love it. أنا اليوم عدتها يمكن المرة الثالثة الآن وأنا عارف إن في عندك حلقة نسيت صراحة فرجعت عليك لقيتك يعني لقيتك تحكي إنه الأخ صالح ما ظهر بعدين أنا صراحة أحكي بالعربي الفصيح انبعصت لما سمعت هذا يحكي لا ولا يهمك لا محشوم It's a joke to believe that Muhammad flew on Jackass to Mecca and from Mecca to Jerusalem. It's a joke, you know. طيب أظن في أخ سام بده يتصل فينا. Okay, حبيبي. Okay, شكراً للوقت. ماشي سال شكرا كثير لك حبيبي وشكرا لاتصالك أنا راح أتصل في الأخ سام. أخي سام إذا سمعت يا ريت ترد علينا مرحبا أهلا وسهلا تفضل أخي سام تفضل مرحبا صديقي شون أنا اليوم حبيت نتكلم نعلق على الخرافات يعني كثير يقول لك نو جوك تسمعني أسمعك تفضل بس يا ريت تشيل اليوتيوب من عندك لانه عم بيطلع صوت صدى الصوت اسمحني غلط سامحني ولا يهمك قلت لك على اللي قال هذا نو جوك الاسلام انا ما فهمت يعني هذوما عندهم عقل ولا حجره في عقلها يعني حجره لان الخرافات حتى صغير طفل صغير ما يصدق بها مثلا كما قلت انت محمد طار على باغ المجنح للسماء السابعه ورجع في الليل وما شافوا حد وفهمت وهذيك ناقه صالح خرجت من صخره هذه في القران ويوسف في بطن حوتة ونملة تكلمت أسلمت جيش حفظهم كل ذيك الخرافات في القرآن هذا المقدس يعني كيف ويقول للناس ما تتمسخروا على الدين يعني ومش الجوك هذه في الحالة الأولى والحاجة الثانية ما نستطيع هذا واجب إنساني أن لا نحارب الإسلام بل نقول الحقيقة ما نزيد كلمة ولا ننقص كلمة
من كتب الإسلام يعني، لأنه خرب بلادنا. أنا مثلاً أنت خرب لك بلادك سوريا، رجعها تراب، والعراق خربها، وتونس في الجنوب إرهاب خرب لنا وخلونا خلانا متخلفين يعني. وفي آيات هذيك لو القرآن خرج الآن في 2016 صدقني القرآن ومحمد حيعدوه على لهاي هذيك المحكمة العالمية هذيك، لأنه في قطع الرقاب وضرب فوق العناق، يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، جلد رجم يعني دم يا حبيبي، كله دم يعني. صدقني سام صدقني، محمد وقرآنه سوف يعني رح ناخذهم على المحكمة يوم الأيام وسوف يحاكمون يعني. لهاي بالضبط. والله صدقني لو ثم واحد مغربي سامي دكتور عمل في موريال من عامين سنين يعني محاضرة بالفرنسية يعني، شرح دخل نحي هذه البست ما فهمت شرح يعني القرآن بالفرنساوية في محاضرة كبيرة حضر فيها كثير يعني. ففي الآخر يعني قال الكتاب هذا يزم يمر على لهاي هذيك السبيين بالفرنساوية ما فهمت يعني. في إلا قتل وذبح 25% من القرآن قرأت أنا، قتل ذبح قتل قطع الرقاب يعني كره يا أخي، والآخر خرافات هذيك انت فهمت يعني. كيف نحترم دين هيك يعني، ما وخرب لنا يعني بلادنا. فلهذا ما يطلب منا يعني بأن نحترم دينه. والمشكلة بأنه يحب يقتلنا كمرتدين ملحدين يعني، أنا يحب يقتلني يعني. دين يقول لك أحترم معتقداتي التي تأمرني بقتلك يعني. هو يحب يقتلني يا حبيبي، يحب يقتلك يا جان، يحب يقتل الملحدين والمرتدين والمسيحيين والبوذيين يعني، يحب يقتلني. كيف أنا أبقى ساكت؟ هذا واجب إنساني أن أكشف الحقيقة الإسلام لكي بلدي مثلا تونس يخرج منها الإسلام ويرجع للسعودية مثل الأفعى ترجع لوكرها يعني. إحنا نتقدم ونولو بازدهار مثل كوريا الجنوبية. كنت صغير كانت أفقر من تونس يعني كوريا الجنوبية، والآن كوريا الجنوبية تعمل سامسونج والفولو، وأنا أعرف مقتنع بأن الإسلام هو سبب تخلفنا يعني، فهمت؟ هذه الحاجة لو ما دمر والله ما يهمني، لو ما كان في قتل في إلا نكاح وانكحوا ما طاب لكم من نساء ثناني وثلاث ورباع وملكة إميك، وما يقلقني هذا النكاح، فهمت علي؟ بالضبط صحيح يعني. خلي يكون كل الفقه الإسلامي على النفاس والحيض والضراط والشخاخ والنكاح وكل هالأشياء، بس يا أخي هالقتل هذا، هالإجرام هذا اللي فيه هو اللي مخلينا نوقف في وجهه يعني. ولا صح والله، لو كان مثلا وما استمتعتم منهم بهن أعطونا أجورهن ولا محصنات فروجهن وكلام يعني وانكحوا. أنا كنت في بيت فاميلتي الأخيرا يعني، فقلت وانكحوا ما أختي، قلت أسكت فاميلها، قلت لها ليه أنت تصلي يا أختي، كيف أنت ما تريدين نقرأ القرآن؟ قالت لي أسكت. قلت لها قربي أنه عيب يعني، عيب أنا ما أسكت إلا ما تقول لي عيب الكلام هذا. قالت لي عيب، قلت لها القرآن عيب يعني، فهمت؟ ما تنجم حتى تقول وانك آية في فاميلها يا حبيبي، فهمتني عجيب؟ بالضبط يعني، واقف على الصلاة عم بيصلي وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. طب شو هالأخلاق هي يعني؟ شو هالأخلاق؟ والمحصنات فروجهن ونفخ في فرجي مريم بنت عمران يعني، ما تستطيع تقولوا. حتى والله كنت في تاكسي أخيرا معايا مسلمات، قال لي أسكت الشوفير، خذ لي أخي القرآن. هذا قرآنك يا ما والله صدقني ما يحب بالضبط. يعني كيف عيب تتكلم في فاميليا ولا في من تاكسي يعني مع ناس كلام قرآن مقدس يعني، في مشكلة يعني، فهمت علي؟ أكيد هذه ما فهموهاش. أنا ما أستطيع أعطي لولدي مثلا 10 سنوات القرآن قتل وذبح وكل كنكح ومطابق ومحصنة فروجهن وفرج ونكاح يا أخي، ما يستطيع الواحد يقرأها إلا إما يكون 18 سنة يا مجر يعني. صحيح. ما يكون مجر، فهمت علي؟ صحيح.
طب انا بشكرك كثير اخي سام على الاتصال هذا. حاجه اخيره تفضل تفضل قبل ما انسى تقدمها. شو اليوم انا عندي مجموعه اللادينيه والالحاد العالمي وصفحه، لكن مش مشكله هذه. يعني في من بعث لي يعني ملحد معروف، لا فايده باش اذكر الاسم، يقول بان البرنامج الجهر بانه كيف ما يعني واحد تلفلك وما نعرف ايه وتمسخرت بيه ملحد وما نعرف ايه يعني، ويعني اعملوا ما تتبعوه، فهمت يعني؟ حسب يحبوا يعملوا امبارجو يعني الجهر، فهمت علي؟ وتمسخر عليه ويحب يعرف شبابنا في البلدان المسلمه يعني للخطر، فهمت علي؟ فانا اجاوبهم، انا شفت كل حلقات جان، حتى لو ما شفتهم ديركت شفته عاد ساعه ولا ساعتين. دائما اولا لا ترغم اي انسان باش يتكلم، واحد ماجور، وتقول ديما اذا كان خطر ما تتكلم. وحاجه ثانيه سمعتك تقول بان اذا كان فيديو يقلق يقول لي نحيده، يعني ما يريدون اكثر يا عزيزي، فهمت علي؟ بالضبط، صحيح. فلهذا ما يحب يعني، هذا حبيت نقول لك ايش يقع. وشكرا حبيبي. شكرا سام، شكرا كثير لك سام، شكرا كثير لك حبيبي. طبعا انا بس في رساله هون، انا بصراحه في رساله للمثقفين اللي يدعون نفسهم مثقفين ويعني شاطرين بالكتابة، ومثل ما قال نبينا سامي الذيب، وطبعا نبينا سامي الذيب راح يكون معنا يوم الأحد في حلقة عن القانون والعقوبات، العقوبات والقانون في القانون الموحد، القانون العربي الموحد أظن بهالمعنى. عندي رسالة للمثقفين، يا جماعة اجهروا المثقفين. إذا المثقف تخبى فما بالك بالإنسان العادي مثلي ومثل الشباب الملحدين. يعني نحن بدنا من مثقفيننا الكبار يطلعوا يقولوا إنه الإسلام غلط، يطلعوا يقولوا، ما يجوا يبرروا. والله يعني في هلا نوع من المثقفين يطلع والله القرآن قال هيك وكان يعني هيك. ولسه في طالع لي الاخ من الاخوه، طبعا اصدقائنا، انا ما بدي اذكر اسمه، ولكن يعني القران يطالع له معاني، كل كلمه يطالع لها معاني. يا اخي هذا هراء هراء. اليوم اللي بده يبرر للقران هراء، يعني بده يبرر للقران انه القران جيد ولكن فهموه غلط، هذا كله هراء هراء. نحن عالمنا عم تتقتل، عالمنا عم تموت، ما في حدا رح يفهم كلمته واضربوا فوق الاعناق معناتها، والله اضربوهم ما بعرف شو كيف بفسروها. وهلا الحكي فاضي، هذا حكي فاضي. الشيء الاساسي انه هذا الكتاب اجرام، كتاب مجرم، كتاب ارهابي يرهب الناس، ونحن شايفين القتل والتدمير باعيننا، شايفين الأطفال اللي عم تموت، شايفين المجاعات اللي عم تصير بسبب الحروب هاي. طيب في بس بعض رسائل أظن بدي أشوف من الأخ بشير. المهم يعني في الأخ بشير حاطط آية قرآنية المهم فالرسالة إنه بوجهها لأصدقائنا لأساتذتنا المثقفين، يا جماعة اطلعوا واحكوا. يعني المسألة بدها تضحية في النهاية، بدنا نضحي. يعني إذا كنت تعتبر حالك مثقف اطلع احكي، يعني وبعدين يعني دماء العالم عم تسيل، دماء هالناس الأطفال هاي ما هي أفضل من دمك، دمك ما هي أفضل من دم الأطفال. يعني دمك انت كمثقف مو افضل وانقح واصفى من دم الطفل، يعني اللي عم بيموت، اللي ماتوا بالحضانات، اللي ماتوا بقذائف، اللي ماتوا بكل هالاشياء من وراء الحروب الدينيه هي اللي عم نعيشها هي نحن. اطلعوا احكوا، اذا مثقف انت كثير لك قيمه يا اخي، هروب لبرا البلد واحكي،
يعني ممكن يحموك الكفار، هدول الكفار ممكن يحموك، بس احكي لما انه صوتك بس طلع، صوتك عالي بسمعوه كل الناس، ان كنت جوا وان كنت برا، وين ما كنت تكون. اليوم ما في جوا وبرا، اليوم ما في شيء اسمه جوا وبرا. يعني لما تطلع اليوم اي مثقف من المثقفين الكبار، انا ما بدي اسمي اسامي، اطلع لبرا، اطلع لفرنسا، بريطانيا، امريكا، واحكي بسمعوك على الهواء مباشره، يعني على الهواء مباشره، والانترنت كفيل بهالشيء. اطلعوا واحكوا، بكفي هالقتل وهالدمار هذا اللي ماشي من وراء هذا علي بن ابو بطيخ، ولا عمر بن الخازوق، ولا كل هالعالم، هي النجسة، هي العصابة اللي هلكتنا. الأخ بشير عم بيقول أكثر نعمة جاءتني في حياتي هي الإلحاد، بكل تأكيد، لأنه الإلحاد هو العقل، الإلحاد هو العلم، الإلحاد هو السلام. نحن دعاة سلام، نحن دعاة سلام، ولازم نوقف هالمجرمين هذول عن حدهم. على كل حال أصدقائي، أنا بس بدي أرجع مرة أخيرة للفيديو وأنهي الحلقة. يعني أظن الأخ ما أظن يعود، يعني هاي صار تقريبا ساعة وربع، أكثر من ساعة وربع الحلقة، وما أظن الأخ صالح يجينا. فبدي أخذ إذا في تعليقات جديدة، أنا شايف ما في أي تعليقات جديدة. طبعا أنا بشكركم كتير، وأنا بتمنى رسالتي تصل لجماعتنا أساتذتنا المثقفين، إنه يا جماعة اطلعوا واحكوا. يعني إذا أنتم ما حكيتوا الشغلة بدها تتم هيك، والسياسيين كيفين على الشغلة هي، مبسوطين على القتل، وما بهمهم أصلا يعني دم الناس، اللي بهمهم يتموا على الكراسي. هي بشار البطيخ، بشار الأسد، بشار الكلب هذا النجس. يعني صار بلده 5 سنين 6 سنين حرب، ودمرت البلد، ولسه هو بارك على الكرسي ومرتاح ومبسوط، واكله ما نقص منه شيء، ولاده ما نقص من اكلهم شيء، وعايشين بكل فرح. الاخ بشير عم بيقول انا من السعودية. جان، انا من السعودية، في يوم اذا جاءتني القوة سأكلمك. أهلا وسهلا أخي بشير، أنا كتير فخور فيك، وأنا بتمنى، يعني أنا بعرف كتير من شباب من السعودية ملحدين، وأنا بتمنى يجي اليوم اللي تقدروا تحكوا فيه وتوقفوا بوجه الطاغوت هذا، الطاغوت الإسلامي المهيمن الغول النجس هذا اللي دمرنا. مثل ما كنت عم بقول، يعني الأصدق أساتذتنا المثقفين اظهروا، حتى يا اخي اهربوا، انتم بكل سهولة ممكن تهربوا، يعني ممكن تهربوا، وتحميكم كل الدول الديمقراطية، يعني الدول العلمانية ممكن تحميكم، انتم بتعرفوا هالشيء يعني. لكن بحكيكم بصوتكم ممكن توقفوا هالحروب هاي اللي شايفينها نحن بكل سهولة، لانه لكم تأثير على الناس، لكم تأثير، لكم كلمتكم مسموعة. ف يا ريت، وحتى اذا تعرضت للخطر، انا شخصي، يعني انا مثلا انا باي لحظه ممكن اقتل، يعني شو هالشغله العظيمه. دمي انا مو انظف من دم الطفل البريء اللي ما سوى شيء، تجي عليه قذيفه وتروحه الى الابد يعني. طيب اصدقائي، انا بتشكركم كثير، وفي طبقه في الفري مانكي عم بيقول the Quran say and the words of people not say. The Quran say and the words of people not say. الطز في القرآن وفي كاتب القرآن وفي كل ما قاله القرآن، لأنه كله نجاسة بنجاسة بنجاسة. القرآن يعني كتلة من النجاسة، ولا يستاهل إلا يكون في المزبلة. هذا هو القرآن، مكان القرآن المزبلة، ونحن الشباب الطالع هذا راح يحطه بالمزبلة. وهيدا أني
إذا ما حطيناه بالمزبلة، ومكانه الوحيد المزبلة هو وكل من يؤمن بالقرآن. طبعا المؤمن بالقرآن عن تمحص وتفكر وقراءة، طبعا القراءة وأبحاث، هذا القصد. ما هو الإنسان المؤمن بالقرآن اللي لا يعرف القرآن، ما مؤمن فيه وراثيا وتقديس فقط يعني. ولكن يعني هالإنسان المؤمن وراثيا وتقديس، صدقوني ساعة اللي يفهم القرآن سوف يدوس على القرآن بقدميه، وهذا اللي عم بيصير. والأخ نوفا أكبر مثال على ذلك، الأخ أحمد حرقان أكبر مثال على ذلك، وعدوا إلى 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 أبعد الأعداد يعني، من الناس اللي تركت القرآن لأنه فهمت القرآن شو هو. على كل شكرا أصدقائي، وأنا آسف إذا طولت عليكم بحديثي، ولكن للأسف الشديد لازم نحكي. وأنا بتمنى من المثقفين يحكوا مثل ما قلت، وأتمنى الرسالة تصل أي عدد منهم يعني، بأي شخص منهم يحكوا يا جماعة أحكوا. وبعتذر كمان مرة تانية نيابة عن الأخ صالح، أنا متأكد مثل ما قلت أنه سحب نومي لأنه الوقت متأخر في استراليا، فلذلك أظن الأخ صالح سحب نومي، فالعذر معه يعني. شكرا أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. طبعا قبل ما أغلق، في بكرة عنا حلقتين كمان، الساعة 5 والساعة 8 مع مجاهرين جدد، ويوم السبت الساعة 8 كمان المساء بتوقيت لندن في عنا حلقة حوار مفتوح مع ديفيد رجل الكهف. سوينا جزء أول وراح نسوي الجزء الثاني هاد، فيا ريت إذا في أي أسئلة ممكن أنا حطت الفيديو، يا ريت تكتبوا أسئلتكم تحت الفيديو، وفي أسئلة من الحلقة الماضية كمان راح نرد عليها. ويوم الأحد راح يرجع لنا نبينا سامي الديب من عطلته الأسبوعين، وأكيد في حلقات قادمة يعني راح نشوفها بعد الأسبوع القادم. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، إلى اللقاء.